لا انا مبسوطه جدا بحاجه زي كده، شرف كبير ليا، وفعلا مبسوطه جدا بان انا كنت موجوده في الليست بتاعه فوربس 30 تحت ال 30، ومبسوطه جدا ان انا كمان قدرت اجي واحضر الساميت هنا في الجونه، وبشكر كل الناس اللي دعمتني الفتره اللي فاتت، وبشكر طبعا فوربس ميدل ايست على الفرصه دي، وبشكر عيلتي طبعا كلهم لان هم فعلا طول الفتره اللي فاتت كانوا واقفين معايا وبيساندوني. هو الحمد لله من وانا صغيره خالص وانا عيلتي كلها بيحاولوا ان هم يساعدوني ويدعموني بكل الطرق الممكنه، سواء في الرياضه اللي انا بلعبها تنس طاوله، او حتى في الدراسه، او يعني في اي حاجه انا بعملها. فطبعا ده فرق معايا جدا لحد ما كبرت، يعني لحد اللحظه دي الحمد لله برضو انا بلاقي دعم كبير قوي من عيلتي والناس القريبه مني، فطبعا ده بيفرق جدا اكيد. طبعا انا فعلا بشكر فوربس ميدل ايست على الفرصه دي، وان هم كانوا يعني اكيد بذلوا مجهود في ان هم ينقوا الليسترز 30 اندر 30 ليسترز، وبشكرهم ان هم اهتموا كمان برياضيين وناس مش بس ناجحه في مجالات البيزنس وكده، ان هم بصوا برضو على الناس الاثليتس اللي في مجال الرياضه. طبعا دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي وبشكرهم على ده.